ها هو جبير. إلى أين كنت تنوي الذهاب يا أبي؟ لأبحث عنك. عني أنا؟ ولماذا تبحث عني؟ لأنك أحمق، لأنك تزج نفسك في مآزق لست أهلا لها. أية مآزق؟ هل صحيح أنك اشتركت في قتال ضد الجنود الجساس؟ من أجل هذا؟ أتعرف ماذا كان يمكن أن يحدث لو وقعت في مكروه؟ يحدث لمن؟ لي. وبالتالي ماذا كان يمكن أن يحدث لجساس ولأهله وللدنيا كلها؟ على أي حال لم يحدث إلا الخير. تعال تعال حدثني لماذا تورطت في ذلك. امزح لمعد، هل حدث لغطفان شيء؟ لا لم يحدث شيء، هو أعدني، قال إنه لا يحتاج إلي. إنهم ورائي، انتبهوا جيدا، قد يفتكون بالقرية أو يستبيحونها. تعال يا بني تعال. يا ابن عباد، يا ابن عباد، ما وراءكم؟ نريد ابن عباد. ومن يريده؟ مولانا جساس. حظكم كبير، لقد ذهب بنفسه، لو رآكم لما قبل بالذهاب. أنت هنا يا جساس؟ جئت أخيراً يا ابن عباد. أخيراً، هل كنت تنتظرني؟ ألم تصلك رسلي؟ رسل؟ أين أجلس؟ وهل أرسلت في طلبي؟ ولم أرسلت في طلبي؟ من أجل ما فعله ابنك. أنا هنا من أجل ذلك، ولكن هل أرسلت في طلبي حقا؟ لو رأيت رسولك لوفرت علي هذا التعب. ماذا تعني؟ كنت أبلغت جنودك بما سأقوله لك الآن. وماذا كنت ستبلغه؟ الأولاد لهم حماقاتهم، وقد تدخل ابني في عراك مع جنودكم. هل قتل أحدا منهم؟ ألا تعرف؟ ألم يخبرك ابنك؟ ما جئت هنا لأحل الألغاز. قل لي، هل قتل ابني أحدا من جنودك؟ نعم، قتل 3. ابن أبي، وكم تريد دية لهم؟ دية؟ أنسيت مع من تتحدث؟ هل هنا أحد؟ اعذرني، لم أعد أرى جيدا في الآونة الأخيرة. لكنك ترى طريقك جيدا إلى حيث النساء التغليبيات. وعرفت هذا أيضا؟ لما ذهبت إليهن؟ إذا كنت تريد شيئاً، ألا أستطيع أن ألبيه لك؟ هنالك أمور يجب أن يبادرها الرجل بنفسه. وما الذي تريد أن تبادر إليه بنفسك؟ كن
كنت سأتزوج. تتزوج؟ أكنت ستتزوج عني لو عرفت؟ التي كنت تريدها زوجة كنت سأوصلها إليك جارية لخدمتك. قلت لك إنني كنت أريد أن أتزوج ولست باحثا عن جارية للخدمة. لم تقل لي كم تريد دية للجنود الذين قتلهم ابني؟ أنت تحدث ملكا والملوك لا يأخذون دية. ماذا يفعلون إذن؟ إما أن يقتلوا مقابل قتلهم، وإما أن يسامحوا. وما الذي تنويه أنت؟ اذهب يا ابن عباد، اذهب، ولكن نبه ابنك كي لا يقع فيما لا نستطيع أن نسامحه عليه. اهدأ يا بني اهدأ، لن تستطيع الخروج إليهم مرة أخرى. يا بني، الناس يائسون من مجابهتهم، وكل منهم يتصرف بما يناسبه. وأنتم لما لا تخرجون إليه؟ سيصلون إليكم. لما تتصرفون وكأن المشكلة عند الجار الذي تسمعون صوته فقط؟ وصل، قلت لكم سيصلون. هل باب قوية لن يستطيع الدخول؟ يجب التصدي لهم. ابقى أنت في مكانك، أنت لن تستطيع التصدي لهم وأنت على هذه الحالة. ومن سيتصدى لهم؟ أنت؟ لا يا تمساح، لا، أنت لست مضطرا لذلك، إنهم كثيرون ولن تستطيع التصدي لهم. جاءت لحظة إيفاء الدين يا رحمه.